بدأ يبقى فيه ترند عالمي للصيام، وهو ما يطلق عليه الصيام المتقطع. كل ده علشان هم وجدوا فيه أهمية كبيرة بالنسبة للجسم بتاعنا. الجسم بتاعنا بيبدأ يستفيد من الصيام بعد مرور 8 ساعات من آخر وجبة، بمعنى ان هو بيبدأ يستهلك السكر اللي موجود في الجسم بتاعنا. بيبقى عبارة عن حاجتين، لإما في صورة جلوكوز أو جلايكوجين داخل الكبد والعضلات، وبعد كده يبدأ يحرق دهون. صوم له تأثير إيجابي على الكبد، له تأثير إيجابي على عضلة القلب، له تأثير إيجابي في حالة السكر وتنظيم السكر. الصيام بيخلي المستقبلات بتاعت الجسم بتاعتنا تنضف تماما من النواقل العصبية ومن الاحتياجات البيولوجية بتاعتنا من النواقل العصبية. فلما بنصوم المستقبلات بيحصل لها كأنها ريفريش، فبتبدأ من أول وجديد تاخد كل حاجة وتاخد الغذاء وتستفيد به كأنه أول مرة الإنسان ياخده او كانه اول مره الانسان ياكل. تنظيم الوزن، دي فرصه لتنظيم الوزن. ومن نعمه الصيام بالنسبه لجسمنا ان هو مش بس بيقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي، لا كمان بينقي نسبه السموم من الجسم، وكمان بيقلل مستوى الكوليسترول في الدم، فبيقلل نسبه الدهون، وده طبعا بيخلينا ان احنا او فرصه حلوه جدا جدا ان احنا نقدر ننزل في الوزن خلال شهر رمضان. وبيخلينا نقاوم إدماننا لبعض العادات السيئة زي شرب القهوة أو الشاي أو السجاير. الصوم وعدم امتلاء البطن ومكافحة السمنة من أهم أسباب الحفاظ على المناعة الذاتية، والامتناع طبعا طول فترة الصوم هو أكتر حاجة هتحفز لك هذه المناعة، هتخلص الجسم من السموم بالشكل المعتاد. هو مفيد كمان للصحة العامة وصحة القلب والشرايين، وبيساعد على تدفق الدم للقلب بصورة طبيعية، وكمان بينشط عضلة القلب، بيحسن من أعراض الاكتئاب وبيحسن من أعراض الوسواس القهري، لأنه بيحس أنه بيتسامى عن الغريزة بتاعته. والصيام كمان بيزود الثقة في النفس، فأنا ببقى عندي إحساس أن أنا مش هقدر أعمل ومش هقدر أصوم، واكتشف أن أنا قدرت، فثقتي بنفسي تزيد. فاحنا بنبدا اول يوم في الصيام متخوفين جدا وجوانا احساس بالقلق، وبينتهي اول يوم واحنا جوانا ثقه ان احنا هنقدر نعمل اكتر من ده.